اكتوبر 2023 يوم احد ان شاء الله بحول الله باذن الساحه اللي قرب سد المنع الدوار بكرة ان شاء الله. فهي غتكون نسخه ان شاء الله بحول الله النسخه الثانيه اللي غتكون فيها بزاف ديال الاضافات ان شاء الله بحول الله، لان الجمعيه خدات على العتيق ديالها هذا العدو اللي فيه. فكانت النسخه الاولى ان شاء الله دازت في احسن الظروف وكان لها صدى كبير. النسخه الثانيه ان شاء الله اللي غتكون يوم الاحد فهذا غتكون ان شاء الله نسخه افضل من الاولى ان شاء الله بحول الله. وغادي ان شاء الله غادي الجمعيه غادي تستمر في هذا الشيء، هذا غتكون نسخه ان شاء الله ثالثه وهذا لما حتى تصبح وطنيه او دوليه ان شاء الله بحول الله. فيما يخص الجمعيه هي هذه كتشوف تشجع على الرياضه، كتشجع هذا، كتدعو جميع الاعدائين من مدينه العرائش او خارج مدينه العرائش باش يكون واحد مشاركه كبيره ان شاء الله بحول الله. لهذا باش تكون النسخه الثانيه عندها ميزه خاصه بها. وفيما يخص هو من اجل الشباب والشابات باش ان شاء الله صدى ان شاء الله البنت. وهذا التوجه ديال الجمعية ان شاء الله التوجه ديال الجمعية. بالنسبة للاشياء التقنية فغادي نتكلم عليها السي امين قرواش هو المختص بالتقنيات، الاخوة اللي حاضر واحد بسمية ديالو وشكرا. اتصالات عدة جهة باش نطبقوه يكون على حسب اشراف الجامعة. وبالنسبه للجمعيات فالجمعيه ممكن اي حاجه ما غاديش تكون شي حاجه اللي كبيره باش تصبح هي حتى هي نادي ولا شي حاجه. فالجمعيه عندها فروع ديالها، كاينه الفروع الرياضيه، كاينه اللي هذا اللي كيسمح لها باش حتى هي تصبح مش منخرطه في هاد ام الرياضات. سابو ما هو تنظيمي واش ما كتفكروش انكم يعني كما قلتوا تزيدوا تطوروا هذا السباق هذا على حسب الاسم ديال اللي كيتسمى العدو الريفي؟ حيت شفنا حط السي الامين عطانا الحاله بان انك كيتسمى الضمار، واش ما كتفكروش انها تكون النسخه الثالثه يعني تطلعوها يعني كما قلوا جانب الدوار وش حاجه انها خصنا يكونوا شي سباق تضاريس يعني كما قلوا الرمله وبقى شي قصه باش تسمى العدو الريفي باش تكون شويه ديال الفور شويه ديال المنافسه يعني في النسخه الثالثه واش ما كتفكروش تزيدوا تطوروا هذا السباق؟ مشيتي هذا الجواب محلو، سؤال محلو. بالنسبه للجمعيه ان السباق النسخه الثالثه ما غاتكونش في نفس الحلبه لانه غادي نغيرو، غادي تكون ان شاء الله حلبه ثانيه غادي تصبح لها كلمه، غيكونوا عندنا حلبتين، الحلبه هذه اللي تقدر تخدم في الشتاء في الصيف وهذا، والحلبه الثانيه هي اللي غيكونوا فيها لي كوطات وهذاك الشيء. لا لا هذا كاين حلبه ان شاء الله واجده في سباق النسخه الثالثه غادي تكون فيه ان شاء الله باش تعرف على مستوى البقره والبقره تستحق اكثر من ذلك. حيت كما طرحنا هذا السؤال هذا بغينا اننا يعني كما يعني الا كان بدا الفوسط يعني فوسط الدوار او لجنه الدوار حيت انا دابا كما كتسمى بقره، بقره حي تبع مدينه العريش يعني باش ترمى شويه يعني للاعيون ومحاباه يعني تدخل في اطار التهيئه الحضاريه ديال المدينه. فهو التسويق هذا الشيء كامل التسويق هو احنا اللي عملناه، هو تسويق المنطقه ديالنا اللي هنا هي المنطقه الرابعه. فبكاره بواحد المنطقه اللي هي ماشي غير جميع المواصفات موجوده تما، فاحنا على العاتق ديالنا خدينا باش نسوقوا المنطقه، نعرفوا على بكاره شنو هي بكاره شنو هي هذا وعاد الشباب، لانه اهم في هذه القضيه بكاره ولكن الشابات والشباب الوليدات، لانه من اجل هذه المحاربه الاشياء الخبيثه هي الرياضه هي اللي كتحارب جميع الافات الخبيثه. بصح ما ماشي الصح، لان هذا عدو ريفي، عدو ريفي اش كيبقى عدو ريفي؟ عدو ريفي خصك تشوف كل شيء، تشوف الهبطه، تشوف الطبعه، تشوف كذا، فهمتي؟ يعني هذيك هي هذيك الحلبه، وعاد جات الحلبه جات بواحد البلاصه شويه غارقه، غتقدر الفوق تشوف بها كل شيء، غتكونترولي تكونترولي عليها كل شيء. وكنظن غتكون واعره هذيك بزاف ان شاء الله النسخه الثالثه ان شاء الله. يعني هذيك الحلبه كترد يعني كترد كما قلنا شويه الله غير الايام ديال عبد الخطابي. وحنا ما كنتش عليك، حنا شتي لك عبد الخطابي انت اجنبي ديال عبد الخطابي راه ما خليتكش السباقات وطنيه دوليه وكذا، ولكن شتي تعيت وماشي بحال هذيك الحلبه ديال عبد الخطابي. عبد الخطابي
كنا كنلقاو مشكل في عكريم الخطابي وما كنلقاوش في البطوله الوطنيه. فهمتي؟ والحمد لله مدينه العريش عندها ابطال. لا العريش ولا القصر الكبير. فهمتي؟ كنا حنايا كنا في الوقت ديالنا يعني سنه 1990 91 كانوا كنلقاو بالله كيقول لك لي سيس برومي كاليفاسيون شوبيان ديال البطوله الوطنيه، السن الاوائل غيتاهلوا في البطوله الوطنيه. مع العلم العريش كانت عندها الكلمه، القصر عندها الكلمه، وطنجه عندها الكلمه، وكنتلاقاو في هذه البطوله الجهويه، وكل شخص يسال في البطوله الوطنيه. كنا كنلقاو مشكل مع بعضياتنا وما كنلقاوش في البطوله الوطنيه. يعني صح هذيك عبد الكريم الخطابي ما تنساش هذيك الحاله. الجديد كاين لانه علاش انفتحنا بزاف على هذه المدارس، انفتحنا بزاف على هذه الانديه، انفتحنا على بزاف ديال المناطق اللي كنا ما غطيناهاش عام الاول النسخه الاولى، اما النسخه الثانيه وهذا وكاين مفاجات ان شاء الله في هذه النسخه الثانيه، كاينه مفاجات. وهذه السنه هذه يعني كما قلنا الجديد واش كاين شي يعني اللي قلت شي شركاء شي مدعمين جدد؟ حطنا الشركاء، حطينا بزاف ديال الشركاء، وحتى اليوم الجمعيه هي الوحيده اللي كتقوم بهذا الشيء هذا، الا داك الشيء نادر تقريبا ما كاينش شي هذا، لان كيبقى داك الشيء كل شيء على العاتق ديال الجمعيه. وهاد السنه هذه يعني كما قلنا ما هو انا كما قلت انا شركاء، واش هاد السنه هذه تقوم تشوف التواصل مع يعني شي جمعيات جزائريه تقدر تسال عنه؟ درنا التواصل لا تحالف بعضياتنا ديال المجتمع المدني اللي غيكون حاضر بكثافه ان شاء الله، لكن انديه اخرى اللي هي داخل مدينه العرائش وغادي نكشفوا لها الاسماء ديالهم حتى نهار السباق ان شاء الله اليوم الاحد، غادي تكون مفاجاه، غادي يكونوا انديه، غيكونوا عده اشياء اللي هي ان شاء الله غادي تكون الحلبه هي اللي تكشف هذا الشيء. وما هو التنظيم يعني اللي غيكون خصها ديال مجموعه كجمعيه ديال الكره يعني واش نفس المكان ديال السلام فاريا؟ الحلبه نفس المكان هو سد المنع بدوار بكره بالضبط مدينه العرائش، فهذاك الموقع اللي هو مفتوح فضاء مفتوح للحلبه، حلبه كبيره ذو جوده، في عندها بزاف ديال الخصوصيات لانه منطقه رطبه واد اللوكوس، هذا هو باش اخترنا هذاك المكان، وبالضبط غادي تكون في النسخه الثانيه. نعم، بغينا نعرفوا كاين شي فكره تعطينا فكره على المستوى المشاركه ديال الانديه ولا ديال الجمعيات بالاخص على مستوى مدينه القصر الكبير والعرائش، بالاضافه الى ذلك المشاركه ديال الجمعيه ديالكم حيث برز بعض الاسماء السنه الفارطه لا في اناث ولا في الذكور فئه البراعم، يعني تبين لنا الخدمه اللي قمتوا بها، واش كاين شي تطور على المستوى التقني في العمل ديال الجمعيه دي نتوما كالجمعيه، يعني واش برز شي اسماء جديده، واش عندكم شي خدمه تبين لنا؟ حقا لان يعني ساكنه بكاره كلهم يعني باش يشاركوا كاينه مشاركه وكاين مفاجاه ان شاء الله بحول الله، فهو بالنسبه للساكنه ابناء الساكنه كلهم غادي يكونوا مشاركين، كاين مفاجات بالنسبه للعدائين كنتمنى لهم التوفيق، فعطوني باش ما نكتبش الاسماء ديالهم حقهم باش يكونوا في الحلبه، الحلبه هي اللي غتهضر هذيك المره هي اللي غتكلم. فيما يخص الانديه ديال القصر الكبير فتحيه لنادي القصر الكبير لان عام الاول كان هو اللي تزوج بالنسخه الاولى، فبالنسبه لنادي القصر الكبير فهو حاضر بقوه جميع الدائم ديالو. كاينه مجموعه اخرى من القصر الكبير اللي تواصلوا معنا واللي اكدوا الحضور ان شاء الله بحول الله اللي غيكونوا حاضرا، فكانت وغيكون سباقات دوره بامتياز جميع المعايير ان شاء الله. شوفوا على مستوى التنظيمي يعني واش وجدتوا بعض الصعوبات يعني كيفاش يمكن العمل اللي قمتوا به الجمعيه لاعداد لهذه الدوره، هذه الظروف اللي مرت فيها يعني، واش لقيتوا يعني شي دعم من شي جهات يعني في نفس السياق اللي توجدت في الاسئله فيه، يعني واش عندكم شي مساهمه ديال شي جهات اما مانحه او اضافه الى المستوى التنظيمي؟ وفيما يخص بالنسبه للجمعيه على العاتق ديالها كاملين الا بعد واحد الشركه اللي هي قدرت تساهمنا واحد المبلغ متوسط جدا، فهو مشكوره لان كتقدم لنا خدمات دائما هذه الشركه، ان شاء الله الاسم ديالها غادي تعرفوا المواقع
المواقع الإخبارية غدا تعرفها تما إن شاء الله. فكاين كما قلت لكم كاين مفاجآت حتى للأشياء التنظيمية أو المساهمين. فهو الجمعية تقريبا 90% كتقوم به الجمعية من الموارد ديالها خاصة أو من تكاليف المكتب المسير. وأما الشركات فكاين حاليا شركة هي اللي قدرت دعمنا بواحد المبلغ قلت لك متوسط. واخا نشوفوا اذا كان شي اضافه ولا بالنسبه لنشوفوا الامور الاخرى. كلمه الشؤون التقنيه كامله عن سي امين القرواش. سي امين تفضلت انا دابا الوراقه التقنيه ديال عند الريفي هذا النسخه الثانيه. اولا كنشكركم معنا هنايا. بالنسبه للورقه التقنيه كي كتعرفوا العام اللي فات كانت عندنا مشاركه كانت النسخه الاولى. كانوا عندنا داكشي كان شويه كان قليل ولكن هذا العام هذا الحمد لله استفدنا بزاف ديال الحوايج ديال العام اللي فات ووجدنا المسائل ديالنا كاع على احسن ما يرام. هذا فيما يخص المسائل ديال المسائل التقنيه. خصصنا المضمار خصصنا الحلبة قسمنا داكشي على المجموعات. بالنسبة للمجموعات اللي غيكونوا عندنا مشاركين كاين مجموعة ديال البراعم إناث براعم الذكور الصغار ذكور الصغار صغيرات الفتيان ذكور الفتيات إناث الشبان والشابات والكبار وكاين فيتا المسنين وكاين بالنسبه للاولاد ديال الساكنه غيكون عندهم سباق خاص ديالهم باش نشجعوهم حتى هذيك المنطقه نشجعو بالنسبه للدراري ديال تما هادشي اللي غنقول لكم المسائل ديال التقنيه. كما جبت سي امين قلت سيكون واحد الفئه يعني كيمشي حتى كيمشي جوج امام ديال السباقات يعني السباق ديال كما نقول المبتدئين الهواش والمحترفين هذا هو الجوهر ديال الاخر. كاين الدراري يكونوا موجودين انديه كيكونوا شويه قاصره وكاين الدراري ديال المنطقه لان تقدر تلقاه يعني يقدر نهار الحال عادي هو اللي يشارك ما عندوش خبره ما عندوش كذا غادي يقسموه ولكن غيكون انت في مثلا تكون غير البراعم والصغار فقط ومن المسائل الاخرى غادي يكون كلشي يرتي يعني الصغار والبراعم ديال الساكنه هما اللي غادي يشاركوا والمدارس ديال الساكنه ديال تما هما اللي غيكونوا معنا ان شاء الله. وديال المحترفين يعني كما قلت ديال الجمعيات والانديه اش من الفئات اللي غيكونوا؟ الفئات غيكونوا كامل عندنا بالجامعه فهمتي ذكور اناث صغار صغيرات فتيان فتيات الشبان والشابات والكبار والمسنين غيكونوا عندنا. وبالنسبه للمسافات اللي غيكونوا اخترنا فهمتي يعني صغرنا بما انك تعرفون العدو اللي فيه يكون شويه مطول حنا اختصرنا يعني غيكون عندنا ديك البراعم غتكون عندهم 1000 متر الصغار غتكون عندهم 2000 متر الفتيان غيكون عندهم 3000 متر والشبان والكبار غتكون عندهم 5000 متر. فيما يخص المسافه اللي غيقطعوها ديال الطريق وغيكون يعني السباق يعني كيما نقول ديال الفيتيرانس. الفيتيرانس المسلمين على حسب حنا 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 مخصصين لهم فهمتي يعني اللي جا وكانت الكثافه وداك الشيء حنا دايرين لهم الاخر يعني مخصص لهم واحد الاخر ديالهم اذا جاو غيكونوا مرحبا. حنا دايرين جميع الفئات بديناها من البراعم حتى الفيتيران. نعم بالنسبه للمضمار يعني طرعت فيه شروط تقنيه وبالاخص يعني مسائل ربما كتكون عندها علاقه بالتنظيم يعني فيما يخص التغيير ديال المسار. واش كان شي تقييم ديال المسار العام اللي فات يعني اذا كان شي صعوبات واجهتكم يعني شنو هي التغييرات اللي يعني الاعتبارات اللي خديتوها باش غيرتوا المسار ديال السباق؟ المضمار العام اللي فات هو هذا هو الشكل هذا. العام اللي فات كنا عندنا فيه شويه ديال المشاكل. المضمار شويه كبير يعني على بعد 1000 متر يعني كتصعب الرؤيه فهمتي. هذا العام هذا حاولنا نفس المضمار ولكن نقسمه في النص نصغروه ونديروا فيه ندخلوا المسافه لداخل فيه يعني المضمار غنصغروا شويه باش نتمكنوا نكونترولوه كاع كامل.
هذا فيما يخص المعارضه. نعم، وبالنسبه لكذلك الارضيه يعني على مستوى الشروط اللي خصها تكون في لان بالنسبه للالعاب العاب القوى كتكون فيها يعني على حسب الظروف والمعطيات يعني متسابق يمكن يشارك في اي مضمار كما بغى يكون يعني في وجه الصعوبات اللي فيه يعني واش فيه يعني من ناحيه مثلا بغينا نقولوا اللي فيه المعايير اللي يمكن اللي فينا في المضمار اللي خصها تكون في المضمار. فهمتك استاذ. بالنسبه للكثره اللي كتسمع الكروس اي العدو الريفي، العدو الريفي كتكون حلبه تراب لي طوبوغون معروف ديال العدو الريفي، يعني غتكون الارضيه صالحه تراب وفيه لي طوبوغون فيه اللي صح غادي يروح. هذا فيما يخص المضمارات، يعني لاكس ديال مثلا كيكون سباق داخل القاعه ولا كيكون في الشانطي ولا كيكون كذا كيكون عنده الاخر ديالو، ولكن الكروس راه كلشي كيعرفو الكروس القوي هو اللي غادي يربح. وكان شي الحقيقه كان شي اسئله اخرى كان خصنا على مستوى التقني نوجهوها يعني بالنسبه يعني المسافات يعني عندكم انتم يعني على مستوى التقني يعني واش كاين شي يعني التقييم ديالكم المستوى التقني ديال والتطور المستوى التقني ديال هذا يعني انتم اللجنه كيفاش كتشتغل يعني باش يمكن تقيم الاداء ديال العدائين ومستوى التطور التقني ديال هاد السباق. شنو نقول لك؟ حنا بحال اللي كنبغيو نصغروا هاد السباق كنبغيو نصغروا، يعني الا جينا ندخلوا في التحتيات وفي المسافات وناخذوا داك الشيء المعايير ديال اللي كيتاخذ بها الكروس وداك الشيء شويه غادي نلقاو شويه ديال الاخر. دابا حنا بحال اللي كنعرفوا هاد الدوار هاد الاخر كنحاولوا المسافات نحاولوا نختصروا شويه المسافات فهمتيني، ولكن ان شاء الله مستقبلا راه غادي يولي هذا السباق هذا غادي مستقبلا غادي يتطور هذا الشيء، ولكن غيولي خاضع لشي حوايج ديال الجامعه الملكيه ديال القوى راه غتكون فيه شي شروط يعني غتكون كتلتزم بمسائل ديال المسافات على كل كاتيجوري فهمتيني، يعني مثلا عندك البراعم 2000 متر، عندك الميني غيكون عندهم 3000 متر و 3500 متر، عندك الكادي غيكون عندهم 6000 متر، عندك الشبان عندهم 8000 متر، عندك الكبار غيكون عندهم 12000 متر، يعني هادو كيكونوا هادو اللي خصهم يتحققوا، ولكن كتعرف الناس باقا شويه يعني كنحاول. وهذا الشيء قبيلات فينا واحد السؤال يعني ملي كطرح شي نقطة كنشوفوا فيها جوانب أخرى تنظيمية ومتعلقة بالعمل ديال الجمعية، يعني سي بوسلام واش قمتوا بشي عمل يعني فيما يخص الجمعية، لأن نورمالمون هاد العمل هذا يمكن يقوم به النادي هو اللي يمكن يقوم يعني باش يشوف هذا الشيء العدو الريفي خاصة ألعاب القوى ماشي على الصعيد مدينة العرائش حتى على الصعيد جهة طنجة تبوة الحسيمة، فاحنا جات الجمعية وبغات ترجع لهذه لأن العرايش لأن المنطقة ديال جهة طنجة تطوان المسيمة ما بقاش عندها الكلمة اللي كانت عندها في التسعينات في ألعاب القوى، فاليوم على العاتق ديالنا حنا باش نرجعوا المكانة ديال ألعاب القوى بهذه جهة طنجة تطوان المسيمة ومدينة العرايش أخص. علاش؟ حيت مدينة العرايش دائما كانوا عندها أبطال والإشكال ما كانش دعم ما كتلقاش الدعم، ولكن حنا مع ذلك اليوم التغيرات الزمنية وهذا فاليوم كنقول أنا هذه تجربة الحياة إذا كنا صادقين مع نفسنا محبين في الرياضة فغدا نوصلوا بنسخة إلى ما هو كنطمحوا فيه، كل عام عنده تقييم ديالو تقييم صادق. بالنسبة لأداء العرايش مشكورين أبطال ديالها القدماء ولا الحاليين، فدعوة من هنا إلى هما كلشي عطانا وعد كلشي كيتواصل معنا باش تكون المشاركة، لأن النسخة الأولى الكل كان كيتصور لأن ما تكونش أو يعني خيال يعني، ولكن لما صبحت واقع وكانت كتف هذيك خدات هذاك البعد ديال الدورة الأولى حتى واحد ما كان كيتصور غتكون عندها هذيك الكلمة، من بعد خدات هذا فاليوم مدينة العرائش غتشارك بأبنائها لا اللي كيمارسوا الالعاب قوى او لا غير الالعاب قوى، حتى من الاطفال غادي يهبطوا وغادي يشاركوا حبه في هذه النسخه ومصداقيه الجمعيه،
نعم، بالنسبة للوقت ديال المسابقة يعني رسمتوا هذا الوقت هذا هو بداية الموسم. العام اللي فات كان نهاية الموسم، كان بداية الاستعداد للدخول الموسم بعض الأندية للمشاركات على مستوى البطولات، سواء البطولات اللي كتكون في شهر نوفمبر ربما كتكون إقليمية إلى آخره. وهذا كانت مشاركة، كانت استعداد ديال الأندية هذا العام. هذا يعني الأندية ما عندهاش عذر باش ما تشاركش، لأن ربما غيكون دابا دخلوا في بداية استعداد الموسم. يعني واش كتشوف يعني الوقت مناسب هذا العام أنكم غيرتوا، واش غترسموا هاد الوقت ديال هذا؟ يعني واش اخترتوا بالضبط الوقت المناسب باش تبقاو تنظموا هاد النسخة الثانية دابا اللي دخلتوا فيها؟ بالنسبة للسياق هذا نعم، هاد النقطة العام اللي فات حنا شبار كاين رحلات كاين كذا، حنا العام هذا خديناه بداية الموسم الدراسي، يعني الحمد لله كلشي دابا كاينه. الانديه عاد بداو دابا التدريب ديالهم، المدارس عاد وجدوا الحمد لله. هاد النسخه هذه غتكون اكثر من النسخه العام اللي فات. العام اللي فات كانت في نهايه الموسم، واخا حضروا معنا انديه كان داكشي ضعيف، ولكن كنظن هذا العام هذا ان شاء الله غيكون على حسب تواصلنا بهم وداكشي غتكون مشاركه مكثفه ان شاء الله. بعيات باش ننجحوا هاد التدبره وهاد العرس هذا، يحضروا معنا ان شاء الله كاع كلهم ويجيو ويحسبوهم يعني دارهم والسباق راه ديالهم. الاخوان القدام اللي بعاد اللي قراب كلهم مرحبا بهم. السباق مفتوح نهار 8/10 بحال ما ديال بكاره. جميع الانديه مرحبا بهم في مدينه العريش، وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. وشكرا سابو شي كلمه اخيره. ما كرناش تكلمنا على الحوافز اللي خصتها الجمعيه للمشاركين. بالنسبه للمشاركين حنا على حسب الامكانيات اللي عندنا خصنا لهم بعض الجوائز، جوائز تقديريه لي ميداي في قدر المستطاع. اننا الهدف باش كنقولوا غادي نشطوا كلشي غادي يمشي على شطالو، هذا هو الهدف من الشيء هذا. اما عندنا كاين جوائز كاين هدايا كاين كلشي ان شاء الله. فيما يخص كاين مفاجات داخل الحلبة، كنتمنى للاعدائين اللي هضروا معنا بالارجل ديالهم يعطيونا. فهنا نداء كندعو جميع الاعدائين مدينة العرائش، لان وعدونا باش يكونوا حاضرين، ولا نادي اشبه العرائش بالنسبه للاعدائين ديال اشبه العرائش هما قالوا غيكونوا واجدين. بالنسبه للعدائين السابقين انا كندعو جميع العدائين ديال مدينه العرائش ولا مدينه القصر الكبير او لا مدينه ازيله ولا طنجه ولا شطوان المسيمه باش يحضروا. ما كاين حتى شي عذر باش ما يجيوش هاد النسخه الثانيه. وسكينه العرائش كنتمنى تساهم بالكثير من هذا. هما كاين مفاجات كاينه اللي تواصلوا معنا وغيحضروا حتى خارج العدائين، ولكن حنا كنقول كندعو سكينه العرائش تحجز هذه الحلبة الجميلة. هو فضاء مفتوح، فضاء جميل، الجمعية حالة دراها الجميع، وإن شاء الله الكلمة غتكون في الحلبة. وسادة الصحافة تهم مدعوون جميع القنوات المواقع الاجتماعية فالحلبة هي لإن شاء الله تهم مدعوون باش ينجحوا معنا هذه التظاهرة. وشكرا لعرائش أنفو لارا سبور دائما كتثق في الجمعيه كتعرف الاهداف ديالها. شكرا للجميع. شكرا للامين البطل ديالنا وشكرا لجميع الحضور. سؤال على خير رشيد، حد سؤال حفتينا خير رشيد والله العظيم. كيف بساطه رسلت؟ الحمد لله من التسوات اللي ولكن الناس بقاو كيتسالوا كيقولوا شكون هما دوك الناس اللي جالسين في المنصه وما هضروش. لا هما عارفيننا دابا الملك يكون جالس شو يقولوا جناب مستشار ايه ايوا صافي.